السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. بقول لك يا شيخ، انا ليا اخ نحسبه على خير، سألنا على فوائد البنوك، فهو هو حاطط الفلوس دي في بنك يعني معين، بنية الحفاظ على الفلوس دي، تمام؟ وهو يعني الفوائد اللي بياخدها بينفقها على المساكين والفقراء، فهل هو يؤجر على ذلك ام يأثم؟ والله يؤجر لورعه عن الحرام. يعني لا، يعني هو يأثم على ذلك؟ بقول يعني هو وضع الأموال في البنوك الربوية ولا يستفيد بالفوائد، إنما يخرجها على سبيل التخلص منها للفقراء. نعم. فقلت لك هو يثاب على ورعه. طب تمام يا شيخنا، إن شاء الله. جزاك الله.